حبايب قلبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى إن أنت تكونوا بخير، وأهلا وسهلا بكم مرة تانية في قناتي يحيى النوبي. إن شاء الله لو أنت جديد معايا يا ريت تشترك من الزر الأحمر تحت اللي مكتوب عليه سبسكرايب، عشان ده أكبر دعم لينا إن شاء الله نوصل للحلم بتاعنا اللي هو 7 مليون مشترك. هندخل في الموضوع على طول. النهاردة هنعرض مشكلة وإن شاء الله نكون أنا وأنتم سبب في حلها بإذن الله. وقبل ما تعمل شيء لازم في نفسك كده تقول إن شاء الله العمل ده لله عشان يكون ثواب ليا وليكم. مش هطول عليكم، يلا دلوقتي نشوف بعض المقتطفات من المشكلة بتاعتنا. أشوفكم بعد الفاصل. المكان اللي قدامكم دلوقتي ده طريق الوحيد اللي بيودي على مستشفى الأمراض النفسية اللي في السد العالي. مش هنتكلم عن الزبالة اللي في الأطراف، لا، أنا بتكلم عن المية دي. دي ارتفاع 30-40 سنتي، مفيش أي عربية بتقدر تعدي من هناك، والمشكلة دي كانت من بدري. والغريب ان انا لما بتكلم مع كذا واحد بيقول لي المشكله دي ده ناس مسؤولين كبار مش عارفين يحلوها. طب ازاي ناس مسؤولين كبار مش عارفين يحلوها؟ انا طبعا مع احترام الجميع هنقول السلبيات وهنقول الايجابيات، يعني مش دايما ننشر السلبيات بتاعتنا. طبعا في ايجابيات كتير وانا هوريها لكم في اخر الفيديو، بس دلوقتي احنا عايزين نحل المشكله دي. ده كده المنظر من تحت قبل ما اوريكم المنظر من فوق. ده الطريق الرئيسي اللي بيودي على مستشفى الامراض النفسيه في اسوان، في السد، منطقه اسمها السد العالي. طبعا ورا الكوبري ده، ورا يعني ورا المنطقه دي اللي في النص بعد الميه، في ناس عايشه. تعالوا دلوقتي نشوف الفيديو الثاني من فوق. بصوا كده، انا كده بصور من فوق المكان اللي انا كنت بصور فيه تحتي بالظبط، تحت ما انا كنت واقف من شويه. شايفين الميه واصله لغايه فين؟ ده الطريق ده بيودي على المينا تقريبا. هنا ورا في ناس عايشه، يعني المفروض ان في ناس عايشه ومتضرره، مفيش عربيه بتعدي، لازم يعدوا كده اهو وياخدوا عربيه من هنا عشان يوصلوا اشغالهم او ايا كان المكان اللي هم عايزين يوصلوا. طبعا انا قلت في ايجابيات هنتكلم عليها، مش هننشر كل السلبيات، بس احنا عايزين نحل الموضوع بتاع الميه ده، ان العربيه توصل تودي المريض لغايه هناك. ليه انا بتكلم واقول الموضوع ده؟ لان انا شفت، ما رضيتش اصور طبعا الناس اللي كانت المرضى ساعتها، لان احتراما للمرضى، لقيت واحد شايلينه واصحابه. شايفين ده الطريق اللي هو انا كده ماشي من المستشفى لغايه بره. بصوا كده المسافه قد ايه، وهسيب الفيديو يشتغل وشوفوا كام دقيقه المريض بيمشي من المستشفى لغايه ما يوصل للعربيه. انا هسيب الفيديو شغال ومش هجريه عشان نشوف كام دقيقه. المفروض ان الطريق ده كله المريض بيمشي فيه. تخيل بقى لو المريض لوحده وجات له غيبوبه في الحته دي. والمكان ده على فكره فيه كلاب، يعني ممكن الكلاب يتلموا على حد، وخصوصا لو واحده مثلا مريضه جات لوحدها ما عندهاش حد، لو ست كبيره في السن. اللي عايز اقوله برضو اللي انا شفته ما رضيتش اصوره ساعتها، شاب مريض شايلينه اصحابه، شايلينه على ايديهم وماشيين بيه الطريق ده كله، تمام كده اهو في عز الشمس، ولسه في طريق تاني، لسه في موضوع، ووصلوا بيه لغايه المستشفى وبرضو رجعوا بيه نفس الكلام. طبعا كميه معاناه جامده. من ضمن الحاجات اللي انا ما رضيتش اصورها واحده ست كبيره جت في الحته دي. بصوا اهو، ده دلوقتي هنا هيوديني، ده كده دي الظهريه بتاعت الكوبري اللي انا وريته لكم من شويه اللي بيودي على المستشفى، تمام. والمستشفى على اليد الشمال، هي الصفرة اللي هناك على ايدك الشمال، تمام. بص بقى هنا، شايفين الجزء ده اهو. بص حتى في، يعني انا حاولت ان انا ايه اداري، بس شايفين العتبه دي؟ ايوه، انا مش هجيب وش حد. شفتوا العتبه اللي فات؟ ده ارتفاع 50 سنتي تقريبا او 40 سنتي برضه. في يوم انا شفت واحده هي وبتعدي الجزء ده، يعني كانت قربت تقع وهي مريضه للاسف. يعني بص بقى، لسه في مشوار تاني، ادي المشوار التاني على السكه الحديد. المريض لازم يمشي كل ده. انا سايب الفيديو زي ما قلت لكم زي ما هو، مش هجريه. بصوا كام دقيقه عشان احنا نوصل لغايه انا كده ماشي، ده الوضع الطبيعي بتاعي انا كشاب وماشي عادي. تخيل بقى لو المريض هياخد وقت قد ايه. لازم يعدي السكه الحديد دي، ممكن قطر لو جاي والمريض ما بيسمعش، ممكن او الشخص اللي شايل المريض مش بيسمعش، او في مشكله حصلت في النص والراجل اللي معدي هنا واقع، ممكن قطر مثلا يدوس عليه ولا حاجه. مع احترامي طبعا للمسؤولين وكل الناس اللي هي بترعى اسوان، انا مش بتكلم وبهين حد او بسيء ايه، مش عارف الكلام راح مني ولا مش بسيء لحد، ولكن عايزين نوصل لحل. في بعض الناس بقى الهايبه تقول لك بس ده اكيد حد مسلطه، ده اكيد حد مش عارف ايه، ده اكيد تبع كذا، ده اكيد تبع كذا. احب اقول لك ان انت انسان هايف وبتيجي في الهايبه وتتصدر. فأنا لا تبع حد ولا تبع حزب ولا تبع أي كلام فاضي. أنا اسمي يحيى، مسلم، ساكن في أسوان، ورحت مع صاحبي في المستشفى دي وكنا متضررين جدا. أنا بتكلم المنطق إن إحنا عايزين نحل الموضوع ده. مشكلة المية دي فيها مليون ألف حل، يعني أنا هديكم حل بسيط. طبعا قبل ما أتكلم عن الحل هنقول الإيجابيات بتاعة
مستشفى، لما دخلت مع صديق المستشفى صرف العلاج مجانا. طبعا شكرا للدولة، شكرا للمسؤولين، شكرا لكل العاملين في المستشفى أو خارج المستشفى من المسؤولين، شكرا لكل واحد فصوان، عشان إحنا لا نسيء لحد، إحنا عايزين نصلح كل السلبيات. لما دخلت ادوني الدواء، ادوني أنا وصديقي يعني الدواء مجانا. طبعا كم شخص كل يوم بيدخل المستشفى ياخد دواء مجانا غير المستشفيات؟ أكيد في مستشفيات تانية، لكن بتكلم عن مستشفى الأمراض النفسية، الدواء كان مجانا. ويعني قابله صديق المريض بكل ترحيب، وما خدناش وقت طويل، والدكتور كشف عليه ورحنا صرفنا الدواء من الصيدليه جوه المستشفى، وكله زي الفل. كل العاملين اللي هناك محترمين، سواء من بدايه من المدير لاصغر موظف هناك. صراحه يعني انا مش بقول كده وخلاص، لا، اللي انا شفته فعلا. شكرا جدا لكل العاملين في مستشفى الامراض النفسيه باسوان، من اعلى واحد لاقل واحد فيهم، يعني ان شاء الله كلهم نحسبهم على خير. شكرا للمسؤولين اللي في أسوان، عشان احنا مش بنتكلم ولا نضر حد، احنا عايزين نصلح المشكله دي. المشكله دي بقالها كتير وناس كتير متضررين، وده اللي احنا شفناه بعينينا. مش هطول عليكم، يا ريت شير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس المسؤولين، عشان نشوف حل لمشكله الميه. هقول الحل على حسب مخي انا البسيط، خدوا الحكمه من افواه المجانين، صح كده؟ اعتبروني ان انا مجنون وخدوا الحكمه من افواه المجانين. الميه دي ارتفاعها كبير، في جهاز اسمه غاطس. لو انتوا بقى مش لاقيين حل ان انتوا تودوا الميه في اي حته، وليكن احنا مش لاقيين مكان نودي فيه الميه، مش عارفين نحل، طيب خدوا الحل البسيط ده. في جهاز اسمه غاطس، ايا كان مبلغه هنشتريه ونحطه في المكان ده، في اوطى حته في المكان. الغاطس ده بيسحب الميه من تحت، بيرميها من خلال خرطوم بيطلع من الجهاز، يعني الجهاز ده اصلا بينزل جوه الميه، مهيأ لكده، بياخد الميه دي ويرميها بعيد. فاحنا هنحط الغاطس ده في المكان ده، يشيل الميه ويرميها في البلاعه اللي فوق مثلا، او ايا كان المكان اللي هيرميها فيها، يعني برضه يكون في بلاعه ما يكونش منضرش حد تاني. ده حل بسيط للميه، وبالتالي العربيات هتعدي وتروح لغايه المستشفى. ان شاء الله يكون عندكم حل افضل من كده، ويا رب يكون بسرعه، لان الناس دي متضررين جدا. في ناس عايشه ورا هناك غير المرضى اللي انا بتكلم عليهم، بس في ناس فعلا كتير متضررين. اتمنى ان شاء الله نكون سبب انا وانتم في علاج هذه المشكله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالعربي مع السلامه، بالنوبي النفيادر، بالبلغاري ديفيش دانيه.